السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في برنامج مناقب الصحابة، ومع صحابي جديد جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي من بني عدي بن النجار، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتسمى بهذا اللقب ويفتخر به. وقد ولد رضي الله تعالى عنه قبل الهجرة بعشر سنوات، وكنيته أبو حمزة، وأم أنس هي أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية، فولدت له أنس بن مالك. فلما جاء الله بالإسلام أسلمت مع قومها، وعرضت الإسلام على زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام وهلك هنالك. ثم خلف عليها بعده أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. لقد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية أنس بن مالك تأثيرا بالغا، فكيف لا وقد تربى أنس بن مالك رضي الله عنه على يد الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم تربية خاصة. فمنذ بلغ العاشرة أتت به أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخدمه ويتربى على يديه، فقالت له: يا رسول الله، هذا أنس غلام يخدمك. فقبله. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أتت به أمه إلى النبي ليخدمه أخبرته صلى الله عليه وسلم أن أنس غلام يكتب، وهذه ميزة عظيمة لم تكن متوفرة إلا في النفر القليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أمة أمية. ومما يدل على فطنة أنس رضي الله عنه وذكائه منذ صغره، فقد كان حينها لم يتجاوز 10 من عمره، وقد كان هذا الذكاء وهذه الفطنة من الأهمية بمكان، إذ حفظ رضي الله عنه وفقه وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إنه في المرتبة الثالثة بعد ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما في كثرة الأحاديث التي رواها وحفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن مواقف من حياته رضي الله تعالى عنه مع رسول الله، قد شهد أنس رضي الله عنه غزوة بدر الكبرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمرها حين ذاك 12 عاما. ومن مواقف الطريفة التي جرت مع أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وأرحبهم صدرا، وأوفرهم حنانا، فقد أرسلني يوما لحاجة فخرجت وقصدت صبيانا كانوا يلعبون في السوق لألعب معهم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى حاجة ليقضيها له، وأنس بن مالك طفل صغير، فمر بالسوق فرأى صبيانا يلعبون فدخل معهم في اللعب ونسي حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولم أذهب إلى ما أمرني به، فلما صرت إليهم شعرت بإنسان يقف خلفي ويأخذ بثوبي، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتبسم ويقول: يا أنيس، أذهبت إلى حيث أمرتك؟ فارتبكت وقلت: نعم يا رسول الله، إني ذاهب الآن. والله لقد خدمته 10 سنين، فما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتاني معاذ بن جبل رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، حدثني معاذ أنك قلت: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. قال: صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ.